عمرك شفت فيديو لغيوم بتمشي بسرعه او سيارات بتتحرك بسرعه، ورده عم تتفتح او حتى مبنى بيتبنى بشكل سريع؟ هاي الفيديوهات بنحكي عنها تايم لابس. معاكم سفيان الاطرش، مصور وصانع محتوى، بتكلم عن التصوير وعن اشياء ثانيه كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب، كيفكم اليوم؟ زمان عنكم وزمان ما نزلنا فيديوهات. أول شي بحب أشكركم كتير 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 على التفاعل على القناة، بشكر كل واحد كتب تعليق أو سؤال أو استفسار في القناة أو حتى في الانستغرام. تاني شي أهلا وسهلا فيكم في الكهف الجديد، هذا المكان عملته وضبطته عشان نصير نصور فيه فيديوهات أكثر إن شاء الله. المكان لسه مش جاهز 100%، لكن يعني هذا أول فيديو بنصوره إن شاء الله من هذا المكان. كنت بديت سلسلة فيديوهات بتتكلم عن أساسيات التصوير وتصوير الفيديو، واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن تصوير تايم لابس، مفهوم التايم لابس، إيش الطريقة الأفضل لأن نصور التايم لابس، وحتى طريقة المعالجة. التايم لابس ببساطة هو فيديو مسرع لحدث بيحدث بشكل بطيء، مثل غروب الشمس أو حركة السيارات، حركة الغيوم. هاي التغييرات ما بنقدر نلاحظها على الفترة البسيطة، لكن مع الملاحظة فترة طويلة بنقدر نلاحظ التغيير اللي حصل عليها. وبتعريف تقني شوي، هو فيديو الفريم ريت تبعه قليل جدا جدا جدا. احنا بنعرف الفيديوهات الطبيعية، يعني مثلا انا عم بصور الان 24 فريم بير سكند او 120 فريم بير سكند لو كان سلو موشن، لكن تايم لابس بيكون الفريم ريت فيه قليل جدا، يعني مثلا صورة واحدة في الثانية او اطار كل ثانيتين او مثلا اطار كل 10 دقائق او اطار كل نص ساعة واكثر واكثر واكثر. كمان في اكثر من طريقة ان نصور التايم لابس، يعني مثلا ممكن تصور انت على 24 فريم بير سكند بعدين تسرع الفيديو وتلاحظ التغييرات اللي بتصير، لكن هاي الطريقة مش راح تعطيك النتائج المثالية اللي انت بتطمح لها. فأنا راح أورجيكم الطريقة اللي أنا بستخدمها لما بدي أصور تايم لابس. إيش الأدوات اللي بتلزمني عشان أصور تايم لابس؟ بلزمك كاميرا ترايبود جامد جدا، ريموت تايم لابس أو إذا كاميرتك فيها خاصية التايم لابس. بالاعتماد على طبيعة المشهد اللي احنا بدنا نصوره وعلى سرعة الحركة اللي موجودة في المشهد وعلى مدة المقطع اللي راح نحصل عليه، راح نحدد احنا كم اطار محتاجين وكم الفاصل الزمني اللي بنحتاجه بين هاي الاطارات، وبهيك بنكون حددنا كم مدة التصوير اللي راح نقعد اننا نصور. مثال، لو كنت بدي اصور مثلا غروب الشمس مع حركة الغيوم، اول شيء بفكر فيه اني احدد مدة المقطع اللي انا محتاجه، فلنقل انها كانت 10 ثواني وانا عارف اني راح اعرض على 24 فريم بير سكند. بهيك بقدر احدد انا كم عدد الاطارات او كم عدد الصور اللي انا محتاجها عشان اطلع بهاي العشر ثواني، يعني 10 ثواني ضرب 24 اطار في الثانية الواحدة، انا محتاج 240 صورة او 240 اطار. هيك حددنا عدد الاطارات المطلوبة. بنيجي بدنا نحدد الفاصل الزمني، وهو الفترة بين هاي الصور أو بين هاي الإطارات، كل كم لازم آخذ صورة. بنحدده بناء على سرعة التغيير أو الحركة اللي موجودة عندي في المشهد، يعني مثلا الغيوم من 3 إلى 4 ثواني، صورة كل 3 أو 4 ثواني بتكون كافية لأني ألاحظ الغيوم. وكمان مش لازم يكون في عندي فاصل زمني كبير عشان ما يصيرش في تقطيع في الصور أو قفزات في الحركة، فجأة القيمة كانت هون بعد 5 ثواني أو 10 ثواني لقيتها صارت هناك. يعني كل ما كانت الحركة داخل المشهد بطيئة بده يكون الفاصل الزمني أكبر شوي عشان نلاحظ الحركة، لكن إذا كانت الحركة سريعة بده يكون الفاصل الزمني أقل عشان تكون متناسبة وما يصير في عندي قفزات. المدة اللازمة للتصوير هي حاصل ضرب عدد الإطارات ضرب الفاصل الزمني، يعني في المثال تبعنا احنا حددنا انه بدي 240 اطار ضرب فاصل زمني مثلا 3 ثواني، راح نلاقي انه بيطلع عنا النتيجة كم؟ بيطلع عنا 720 ثانية تقسيم 60 بيطلعوا 12 دقيقة، يعني انا احتجت 12 دقيقة عشان اطلع في نتيجة نهائية مدتها 10 ثواني فقط. اقيس عليه لو كان التغيير اللي امامي بطيء اكثر راح احتاج فاصل زمني اكبر، فبالتالي راح احتاج وقت اطول للتصوير. طيب
ممكن يجيني واحد يقول لي انا في عندي خاصية تصوير تايم لابس على التليفون، وبحط التليفون وبصور فيه وبعرض لي النتيجة بسرعة، وبنفس الوقت ما مش محتاج هالتعقيدات هذه كلها، او مش محتاج اني اقعد اعمل حسابات وكالكوليشنز واني اقعد هاي الفترة الطويلة وانا عم بصور بس عشان ان اطلع صور في النهاية، وبعد هيك لسه بدي اخذها واعالجها لا انا بحط التليفون وبصور. ممتاز ممتاز، انا ما عندي اي مشكله، بالعكس انا مع انك تصور باي شيء موجود بين ايديك، لكن التليفون ما راح يعطيني كل هاي الخيارات اني اتحكم فيها، ما راح يخليني اتحكم في الفاصل الزمني او مده التصوير او عدد الصور اللي راح ياخذها، فالتليفون محدود امكانياته في حاله التايم لابس. طيب كيف بدي احدد التعريض في الصور؟ عادي زي ما بتحدد التعريض للصور العادية، بتشوف ايش الاكسبوجر المناسب، ايش فتحة العدسة المناسبة، ايش الشتر سبيد المناسب لك. لكن هون في نقطة مهمة، تذكروا قاعة 180 درجة اللي تكلمنا عنها في فيديو اعدادات تصوير الفيديو، بتلاقوه هون. القاعدة بتقول انه الشتر سبيد في الفيديو مختلف شوية عن الشتر سبيد في التصوير العادي، يعني لازم اختار انا شتر سبيد متناسب مع الفريم ريت اللي انا اخترته. نحكي انه بختار شتر سبيد يكون 1/2 ضرب الفريم ريت، هذا اللي حكيناه احنا من اول. في حالة التايم لابس اذا كان عندي الفريم ريت قليل كثير، فانا كيف ممكن اوصل لهذا الموضوع؟ خلينا نشوف هذا الفيديو. السلام عليكم، انا هلا عم بصور تايم لابس، عاجل الصوت واضح، نجرب تجربة الفرق بين انك تستخدم قاعدة 180 حتى في تصوير التايم لابس. التايم لابس هذا نفسه مرتين، مرة راح تكون باستخدام قاعة 180 درجة ومرة بدون استخدام قاعة 180 درجة. لكن النقطة في انك تستخدم قاعة 180 درجة انه انا مثلا استخدمت فاصل زمني 3 ثواني عشان بدي اصور الغيوم، هذه الغيوم يعني صورة كل 3 ثواني. طيب اذا انا استخدمت هيك معناته كم راح يكون الفريم ريت؟ الفريم ريت راح يكون ثلث صورة في الثانية، يعني 1/3 من الصورة في الثانية الواحدة. طيب عشان احسب الهارت ريت، عشان احسب الشتر سبيد، كيف راح تصير؟ الثلث بضربه في 2 وباخذ معكوسه، يعني الثلث اللي هو 0.333.3333 بضربه في 2 بصير 0.666666، باخذ معكوسه اللي هو 1/6666 بتطلع عندي 1.5 ثانية. طيب انا في عندي 1.6 تقريبا ثانية، فانا اخذت شتر سبيد 1.6 ثانية لكل صورة شتر سبيد، بعدين بعد 3 ثواني راح اصور كمان صورة بشتر سبيد راح يكون 1.6 ثانية. طيب 1.6 ثانية في هذه الاضاءة في الشمس هتطلع عندي الصورة كلها لونها ابيض، فشو الحل؟ الحل باختصار استخدام ND فلتر اللي هو هذا الفلتر، وصورت اول 240 صورة. الان شلت الفلتر واخذت تعريض مناسب، كانت سرعة الشتر تقريبا 1/640 لانه الاضاءة نار. شوف الاضاءة، انا عم بصور تقريبا الساعة كم هلا؟ عم بصور الساعة 1 الظهر. فتحة العدسة ثبتها في الحالتين عشان ما يصيرش في عندي فرق في الدبث اوف فيلد، ففتحة العدسة انا كنت مثبتها على الحالتين 6.3. الان راح تشوفوا النتائج، الفرق بين الفيديوهين بتشوفوه الان ان شاء الله. شفتوا في المثال كيف سرعة الغالق أثرت عندي على حركة السيارات وكيف عملتها حركة انسيابية أكثر، عملت الفيديو جميل. هذا تايم لابس وهذا تايم لابس صحيح، لكن هون حركة السيارات كانت مكسرة تكسير وهون حركة السيارات كانت انسيابية. طبعا في بعض الحالات تطبيق هاي القاعدة بيكون صعب او يمكن مستحيل، مثلا لو بدي اصور مبنى وبدي اخذ صورة كل 10 دقائق كم راح يطلع عندي الفريم ريت؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت اذا انتو حسبتوا الفريم ريت كم راح يطلع. طيب بعد ما اخذنا هاي الصور كلها لازم نعالجها، فراح ناخذها على الكمبيوتر وخلينا نشوف المعالجة من شاشة الكمبيوتر. والان مندخل الصور على اللايت روم. انا طبعا اخترت 100 صورة بس عشان الفيديو، عشان ما يخليش الفيديو طويل وبياخذ وقت طويل على في المعالجة،
فبنيجي بناخذهم كلهم بنحطهم بفولدر واحد الصور. عندي هون 100 صورة بعملهم select all، بعمل command A أو control A، بعمل select all إلهم وبختار من هون auto sync. auto sync بيكون مكتوب عندي auto sync هذا الزر، بحيث إني أي تغيير بعمله على هاي الصورة، أي تغيير في الديفلوب هون بعمله على هاي الصورة راح يتطبق عندي على كامل الصور المعمول لها select. فبنيجي على السريع بنعالج الصورة هاي. طبعا هاي التعديلات كلها انا مشيت عليها بسرعة، انت ممكن تعدل التعديلات اللي انت محتاجها في الصورة. بفضل انا اني ازيد الكونترست شوي عشان مثلا الغيوم، حسب طبعا الصورة اللي انت بدك اياها، بس عشان تظهر الحركة بشكل افضل. اهم نقطة انك تتأكد انه التعديلات صارت على كل الصور، يعني بمشي على الصور واحدة واحدة. صحيح انا مش راح ارجع اعيد التعديلات، لكن لاحظ هذه الصورة مثلا ما فيش فيها التعديل، لسه ما صارش عليها، ما تمش عليها، فبستنى على الكمبيوتر اتأكد انه عمل التعديل، طبقه على كامل الصور. طبعا بيعتمد على سرعة الكمبيوتر اللي عندك، بيعتمد على حجم التعديلات اللي انت عدلتها، حطيت فلاتر ما حطيتش فلاتر، كل هاي الاشياء بيعتمد عليها. فانت لازم تمشي على الصور وتتأكد انه تطبق التعديل عليها كلها. بنلاحظ انه اللايت روم لسه شغال، بيعمل سينكرونايز سيتينجز. ما تعتمد على المؤشر اللي هون هذا، لانه احيانا بيكون خلص فعلا لكن ما تمتش التعديلات على كل الصور، فلازم تمشي على الصور كلها هيك وتختار، تستنى لما يعدل على الصور كلها، تختار الصورة هيك. والان واخيرا اللايت روم خلص الاكسبورت تبعه وطلع لي الصور. راح نلاقي انه حط ليهم فولدر سماه جي بي جي فور تيست تايم لابس، انا مسميهم من M1 ل M100. فراح ننزله، نفتح الادوبي بريمير، نعمل نيو بروجكت بنسميه بالانجليزي تيست تايم لابس، وبنعمل براوز على الديسكتوب، راح نلاقي تايم لابس فيديو، راح نلاقي اكزامبل، راح نحطهم هون. اوكي نعمل اوكي. لما نيجي ناخذ الصور على البريمير، هاي النقطة مهمة جدا، لما تيجي تاخذ الصور على البريمير نعمل امبورت، بنروح على الفولدر اللي احنا حطينا فيه اللي هم سميناه جي بي جي فور تيست تايم لابس، نختار اول صورة فقط، بنروح على option نختار image sequence. هيك هو راح ياخذ كل الصور اللي مسميين من M1 ل M100. نعمل import راح يسحب لي اياهم هون، ناخذها وبنعملها drop media، فراح نيجي على sequence settings. هون بتيجي النقطة المهمة، عندي بختار التايم بيس يكون 23.976 اللي هو 24 فريم بير سكند. منيجي بنحدد الفريم سايز، طبعا هو اعطاني الفريم سايز تبع الصورة اللي هو 6000 × 4000، فهنا حجم الصورة كبير كتير وراح يطلع الفيديو ضخم، فانا بحدد انه انا بدي اياه فول اتش دي، بديش اياه 4K. 1920 × 1080، ومنلاحظ انه البيرسنت صارت بينهم او الريشيو 16:9. هم نعمل display format برضو 24، هذه مهمة. طبعا هم هذول باي ديفولت بيكونوا موجودين حسب اللي انت حاطه. هم نعمل اوكي، راح يقول لي انه change the frame rate، مش عارف شو الفريم سايز، نقول له اوكي. طبعا لما نغير الفريم سايز راح نلاقي السيكونس سيتينجز، راح نلاقي انه الصوره صارت اكبر بكثير منه، فبنيجي عليها ضغطه يمين ونروح على سكيل تو فريم سايز. سكيل تو فريم سايز راح تصغر عندي الصوره وتصير على حجم الفريم سايز. اوكي ممكن هون العرض نخليها ربع عشان ما يصيرش تحميل كتير على اللايتر على البريمير. راح نلاقي انه الصورة الريشيو تبعتها مختلفة، ف
فبنختار هون نيجي نعمل إديت سكيل. أنا لقيت أنها بتكون 120 مناسبة، ممكن تكون أقل شوي بس بحيث أنها تكون على الطرف. وبنيجي بناخد كولرز، ممكن الآن أنا أعدل على الألوان تبعت هذا السيكونس. إكسبورت ميديا بريسيت، أنا بحب إني أختار يوتيوب، يوتيوب 1080 فول اتش دي، بنسميه مثلا الفيديو اللي راح يظهر عندي، نختار وين مكانه، على الديسكتوب، على تايم لابس، فيديو في الاكزامبل بنسميه تيست تايم لابس مثلا، نعمل سيف. البيت ريت انا بنزل عادة البيت ريت بخليه 8 عشان حجم الفيديو ما يكونش كبير، خصوصا اذا كان في عندي عدد فريمات كثير، 240 فريم، 840 فريم، مش عارف كم. بنزل شوي البيت ريت عشان حجم الفيديو ما يكونش عندي كثير كبير. فهون راح يكون حجم الفيديو تقريبا 4 ميجا، وبنعمل له اكسبورت ونشوف النتيجة النهائية. ثلاث نقاط مهمة جدا تنتبه لها وقت تصوير التايم لابس. أول شيء، خلي الكاميرا ثابتة جدا جدا جدا، لأنه أي حركة بسيطة ممكن تضيع عليك مجهود ساعات من العمل، وهذا الوقت كله بيكون راح تقريبا هدر. ثاني نقطة، صور مانيوال، رجاء رجاء صور مانيوال. لو أنا خليت الكاميرا تعدل لحالها الابرتشر أو لحالها تعدل الشتر سبيد، راح تلاقي إن الدنيا بدت صحيح تظلم، بس الكاميرا لسه عم بتكمبنسيت، عم بتعالج الموضوع وعم بتحاول مثلا تنزل الشتر سبيد شوي عشان تدخل كمية إضاءة أكثر عشان تحافظ على الإكسبوجر تبعها. فأنت ما بدكش الكاميرا اللي تفكر عنك، أنت اللي فكر عنها. النقطة الثالثة، نظف السنسور والعدسة كتير 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 كويس ومباشرة قبل ما تبدأ تصور، لأنه أي غبار، أي نقطة غبار بصير مسحها عن كل الصور صعب كتير. في النهاية هذا كان الجانب التقني تبع التايم لاب. أما الجانب الفني فهذا الأمر متروك إليك كمصور. ممكن تضيف حركة، تحط الكاميرا على سلايدر وتضيف حركة على التايم لابس، ممكن تزيد هاي الحركة وتصير تمشي بالكاميرا فتكون هايبر لابس، اتباعك للقواعد التكوين، كل هذا بيحسن من التايم لابس. فيديوهات التايم لابس لها استخدامات كثير، منها فني ومنها علمي وغيره. ممكن تستخدمها كمقدمة للفيديو أو بي رول خلال الفيديو، بتضيف جمالية على الفيديو وبتنقل الفيديو من مستوى هيك لمستوى هيك. هذا كل شيء كان عندي اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. إذا استفدتوا منه وأعجبكم الفيديو اعملوا لايك واكتبوا لي في التعليقات تحت. إذا ما استفدتوش من الفيديو عادي فيكم سكيب، وإذا ما عجبكم مش الفيديو عادي اعملوا لي ديسلايك مرتين كمان مش مرة واحدة. وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الانذارات، وانا راكم قريباً.